طيب احنا معانا خبر بقى دلوقتي بنتكلم فيه عن ايه؟ احنا عارفين كلنا ان في حاجة اسمها مغسلة للعربيات اللي بتكون في البنزينة. بتقولي عليها ايه؟ بنزينة؟ بنزينة محطة البنزينة اخيرا يا ربي محطة البنزين. طيب نعرف ان في حاجة اسمها اللوندري صح؟ اللوندري يعني اللي بنغسل فيها هدومنا. لكن ان احنا نبقى ماشيين في الشارع كده في امان الله وفجأة نركن عربيتنا وندخل مغسلة بني أدمين؟ الله والله العظيم دي حلوة هنا في الصيف بالذات. والله مغسلة بني أدمين، هل بقى هنغسلهم من جوه ولا من بره؟ مش بلاش جوه دلوقتي غير في بره وريحة الحاجات في الصيف. أيوة بس هتخشي مكان بره وتدفعي كده فلوس وتقومي داخلة في الشارع في مكنة بتغسل يعني. مش عارفة بقى ما احنا هنشوف في الفيديو ده الكلام ده في اليابان. تعالوا نتفرج كده ونرجع تاني. لا حلوة خلاص الشاور اللهم صل على النبي. البيت دخلت ليف وتروق وتشطف وتقطف وكل حاجه وكانه بجد مغسله بتغسل عربيه ودودو دودو دودو دو حاجات على شعر وحاجات بوجيجي بوجيجي والموجيجي يعني حاجه كمان بتنشف له شعره كمان او كده. لا بس هو قبل ما بتنشف بتنشف هي بتنشف كمان هو من طلع فله شبع. لا انا موافقه جدا يعني. انا بصي انا الفكره دي تعجبني هنا على الأقل النيحة في الصيف تبقى فلة. خلينا نطلع فاصل ونرجع.